السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم عندي كوموند ديال الملوي وبغيت نبارطاجيها معكم. ملوي موافق باللوز، كيجي غزال موافق صراحه، كيجي رائع. يلا خليكم معايا تشوفوا الطريقه والمقادير ان شاء الله. تنحتاجوا لواحد زلافه ديال الفوس مع مرش خاصها شويه، واحد زلافه ديال القمح اللي غبلتو مزيان جوج المرات، واحد زلافه ديال الفينو. عندي هنايا معلقه ديال سنينه، عندي هنايا الخميره، غادي ندير شويه في التوراق وغادي ندير شويه في العجينه، وعندي الملحه. يلا ندوزو على بركه الله. غادي ندير كلشي في العجينه. القمح، سنيدة، الملحة، الخميرة. غادي كي قلت لكم غادي ندير شوية هنايا شوية مع التورق. انا غادي نعجنها والعجينه كتكون خفيفه وغادي نعاودو نتلاقاو. هانتوما البنات، من بعد ما عجناها مزيان وتدلكات مزيان كتجي هكدايا في طباس بينه مطلوقه. دابا غادي نديرها دويورات حتى تنسالي العجينه ديالي كاملها، عاد غادي نبدا في التوراق. في التوراق تنحتاج اللوز، كندير اللوز مطحون غير شويه، كنخلطو هو والفينو، كندير اللي كيعجبو المذاق ديال القفا يقدر يدير معاهم شويه ديال القفا كيجيو زوينين. انا اليوم ما غاديش ندير القفا، غادي ندير غير اللوز حيت الناس اللي مصاوبه لهم الملوي ما عارفاش واش غادي يبغيو القفا ولا لا. المهم وكنخلط معاه شويه ديال المايزينا. المهم هانتوما معايا وغادي تشوفوا كلشي. انا غادي نستمر هكا حتى كنسالي ونعاودو نتلاقاو في الطرق. غادي نبداو في التوراق. العجينة مطلوقة وبعد ما زادت ترتاحت عاد هي تطوح في الخدمة. كنوافقو بالزبدة، كنديرو الزبدة هي اللولة، كنزيد اللوز. اللوز تنديرو غير مرة وحدة، كنزيد فوق منو الفينو مع المايزينا. خلطت الفينو مع المايزينا مع الخميره الحمراء. كنحاول هادشي كاع اللي لصق ليا في الصباح كنحيدو باش كنلصقو في العجينه، وكنزيد الفينو والزبده. نحاول نقدوها شوية، ناخدو وحدة أخرى. في الأول كندير الزيت لتحت، هانتوما العجينة راه مرخوفة بزاف، وخا مخليتهاش عاد ترتاح مزيان غير شوية، لكن واخا هكاك عاد يعني طوع في الخدمة. الفينو نزيد الزبدة، غادي نستمر هكا حتى كنسالي الخليط كامل اللي عندي، العجينة الكاملة اللي عندي تلفت وقلت الخليط. هنا بديت الطياب. ديما البنات كنبداو باللولة، كان ولادي في الكوزينة وانا ما خرجتهم،
داكشي علاش ولكن هو بحال بحال. كنرشحها بشويه ديال الزيت صافي، ما كنزيدش الماء نجي. نقلبوها صراحه البنات فاش كنكون دايره لداري كندير معاه شويه ديال القرفه، اللوز مع القرفه كيتواتاو، ولكن نسيت البارح ما سولتش السيده نقولها واش ندير القرفه ولا لا. دابا الصباح كنصوني عليها ما كتجاوبش، فدات غير اللوز بوحدو. هانتوما راه تبارك الله ما شاء الله راه كيتنفخ. هادي غادي تكمل طيب، وهانتوما هادي اللي طيبت. هانتوما شوفوا كي كيجي موافق من الداخل، صراحة كيجي غزال، وتا القمح اللي فيه صحي ما كنديرش بزاف ديال الفورص، كنغلف ديما القمح هي والفينو. وتا اللي ما كياكلو ليهاش وليداتها اللوز، هذه فرصه باش انها تغشوهم شويه وتاكلو ليهم. يلا نتلاقاو من بعد ما نكمل ان شاء الله. وهذا هو التبصيل ديالنا من بعد ما كملناه، دابا غادي نجمعو غادي نباليه للمرا، وشويه ديالنا حنايا ديال الدار هنا غادي نزوقو، غادي نوري لكم التقديم النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال التبصيل ديالي، وكل وحده راه كتزوق باللمسه ديالها. نتمنى تنال لا فيديو الاعجاب ديالكم، وما تنساوش بارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم ولايك، وشكرا لكم بزاف البنات الجدادات ديما عافاكم لايك وابوني معايا، وشكرا لكم حتى نتوما بزاف، وشكرا ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.